بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محمد عاطف، مدرس كارديولوجي في مستشفى عين شمس وجامعة عين شمس. احنا النهاردة هنتكلم على الـ ACC Guidelines of Diagnosis and Treatment of Aortic Disease مع مجموعة دكتورة ميرفت أبو معاطي. معانا النهاردة دكتورة ميرفت أبو معاطي، دكتور أحمد عبد السلام، دكتور محمد عبد السميع، دكتور مصطفى النزهي من قسم القلب عندنا. اول حاجه هنتكلم على الانترودكشن بتاعنا. هم اللي حصل السنه دي ان هم عايزين يقدموا الاورتيك ديزيز از ا سبيشال جروب، زي ما احنا عندنا كورونري ارتري ديزيز وعندنا بريفرال ارتري ديزيز. هم السنه دي بيتكلموا على الاورتيك ديزيز. عايزين بس نغطي دي بالشمس از ا سبيشال جروب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انضم لينا دكتور ايمن مرتضى. الاورتيك ديزيزز زي ما اغلبنا عارفها، هو الاورتيك انيوريزم هو اشهر الامراض اللي بتيجي في الاورطة، بلس الاكيوت كومبليكيشنز الاورطة زي الاكيوت اورتيك ديسكشن، الانتراميورال هيماتوما، البينيتريتنج السر، تروماتيك انجري، وطبعا الحاجات الجيناتكس زي مارفان سيندروم والكونجنتال ابنورماليتيز زي الكاركتيشن اوف اورتا هو اشهرهم على الاطلاق. سريعا كده الجلوبال بيردن بتاع الامراض الاورطة عموما، كان توتال نمبر اوف ديث من امراض الاورطة كان 2.49 من 100,000 عيان في خلال من سنه 90 لسنه 2010. الايمجينج بتاع الاورطا، هاو تو ايمج ذا اورطا تو دايجنوز اني اورتيك ديزيز، احنا عندنا حاجات كتيره جدا جدا بنشوف بيها الاورطا. هنبدا بالتشست اكس راي. تشست اكس راي ده حاجه فيري سمبل اند فيري شيب، وساعات بيطلع لنا يعني الاورتيك انيوريزم بيبان في التشست اكس راي لحد ما، هو ده اكتر حاجه بتبان. بس هو طبعا ليه ليميتيشن، ما بيبانش الفيسل وول، ما بيبانش الاناتومي بالظبط، ما نقدرش نعرف منه السايز اكوريتلي. وبالتالي التشست اكس راي ما هواش من الايمجنج موداليتيز المشهوره قوي، ولكن هو من الحاجات اللي اكتشفها باي اكسيدنت كده، وحاجه تشيب وموجوده عندنا على طول. الترانس سوفيشال ايكو والترانس ثوراسيك ايكو من الموداليتيز اللي معروفه قوي في الايمجنج، وبالذات الترانس سوفيشال ايكو بيقدر يشوف الارش والاورتيك روت، والبدايه يعني او نهايه الاورتيك ارش بيبان كويسين قوي في الترانس سوفيشال ايكو لحد descending aorta. كمان نقدر نشوف بيه الفيسيبول كويس قوي، نقدر نشوف فيه لو في dissection، نقدر نشوف flap، نقدر نشوف aneurysm. الحقيقة transurgical echo بيطلع داتا كويسة جدا جدا، وهو يعتبر من حاجات الفيزيبل، ومفيش radiation hazard، ومفيش سعره معقول، ومفيش nephrotoxicity، مفيش dye، مفيش اي حاجة، وبالتالي هو من الحاجات ال of good quality. في risk of rupture of aortic aneurysm هو داخل؟ لا مش مقصود، يعني مفيش اي risk من لو حصل كده طبعا هو يعني لو في انا شور من الدياجنوزس، لو انا شور من الدياجنوزس انا عاده يعني هو دلوقتي طبعا انا ستيبل واي ام شور اوف دياجنوزس ببعت على مصر اسيت على طول، ده بقى رول تماما. الابدومينال الترا ساوند نفس فكره الايكو، بنقدر نشوف فيه برده الدايمتر بتاع الاورطه، نشوف اي ابنورماليتي الى حد ما. السي تي وخاصه مع ظهور الماكسلا سي تي دلوقتي بقى وان اوف ذا يعني جولد ستاندرد موداليتيز في الاورطه، لانه بيشوف الفيسل وول كويس قوي قوي، بيشوف الاورطه كويس قوي، بيشوف الفلاب، بيشوف ريتر بليت فيلنج، بيشوف جميع الداتا اللي انا محتاجها لو عندي اي مشكله في الاورطه بتطلع عندي في الماكسلا سي تي، وبالتالي بقى جولد ستاندرد طالما انا عندي ستيبل مفيش كومبليكيشن والماكسلا از افيلبل بنعمل ماكسلا سي تي. CT was contrast بالظبط كده. طيب هل ده لغى دور الترانسفيجيال ايكو؟ لا انا حسب لو انا دلوقتي بتكلم في عيان عندي كومبليكيشن او ان انا ما عنديش عندي امرجنسي وده لازم اخش دلوقتي عمليات وما اقدرش ان انا لسه ابعته للماستر سي تي، ما عنديش حاجه اعملها له غير الترانسفيجيال ايكو. ما هو ميزه الترانسفيجيال ايكو ان هو جنبي، ولكن اي عيان مش امرجنسي على السي تي على طول، يعني ده الناس كاتبه كده بيور وبوضوح. خلينا نكتب نقول كده، لو انت عندك التو موداليتيز ار افيلبل يبقى سي تي على طول، هم كاتبين كده as long as سي تي از افيلبل هو نمبر 1 خلاص. السي تي كمان هيورينا الاكستنت بتاع الانيوريزم، التراس السوفجيال ايكو مش هيورينا الاكستنت بتاع الانيوريزم. This is true. بس انت لا طبعا you can see the extension ده ترانس جاستريك، هو
abdominal part of the aorta, this is not الناس عماله تخش وتسلم وبوش كلهم وبوس عمال يطلع في الميكروفون تسجل انت بقى عادي محاضره حلوه جدا تعالى لا انا قافل المايك طب افتح المايك في الديسكشن انا بحب اقول الديسكشن لان هي صراحه بتفتح سلموا علينا بس فسلموا علينا الاكستنشن الاكستنشن او الابدومينال اكستنشن او دي اورتيك دايسكشن مش ملوش اي رول على فكره حتى لو كان واصل للليلر ارتس ليه لان هو الرول اوف سيرجن او الكونسبت اللي السيرجن بيعمله هو ان هو يقفل ايه ايوه ويعتمد على ان يحصل ري ابزوربشن اللي موجود ما بين الانتما والميديوم من غير ما يوصل الاكسيت اوت تو تشيك الاكسيت هو ده الرول فالاكستنشن الاكسترا او الانترا ابدومينال بارت اوف دي اورتا ملوش اي رول في التريتمنت حتى لو في برانش بس حتى لو في برانش بس لان انت بتخش في ريسك اوف كلامبنج اوف دي اورتا والكلامبنج اوف دي اورتا الابدومينال اورتا فيري ريسكي لان هو طالع منه مالتيبل فيسلز بتسبلاي السباينال كوردز وخايفين جدا الباسكولار سيرجنز ان هم دول اللي بيشتغلوا الابدومينال اورتا مش الكارديو سيرجنز ان هو هو بيعمل الكلامبينج ده ان هو يحصل العين يطلع ممكن اطول يجيله باراليزه لما بيحبوش يلعبوا فيه وانس ان انت قفلت الايفنت وعملت ريبير للاورتيك ارشر هي دي مشكله حقيقيه انت يكون عندك فلاب والفلاب دي موفينج فلاب وعماله تقفل واحد من الكومن فيسلز الثري فيسلز بالاورتيك ارشر هم دول اللي يهموك هم دول اللي ساعات بيعملوا لها كونفي فعلا ويعمل ريبير لل الثري ميجور فيسلز بتاع الاورتيك ارش لكن وانس ان هو عدى الارش ونزل الديسندنج ثراسيك ايورتا او الابدومينال ارتا بيدو ناثينج وحتى في الكلاسيفيكيشن دي معلومه هو اذا كان كلامه اتغير لسه الكلاسيفيكيشن شغاله بتاعت ستانفورد بالظبط ستانفورد في التايب يو تايب بي تايب بي ما كانش اتس نوت ا سيرجيكال وستيل اتس نوت سيرجيكال ممكن تعرف لنا تايب ايه وتايب بي احنا عندنا المفروض على حسب الكلاسيفيكيشنز هو كان في ديبيك كلاسيفيكيشن والستانفورد كلاسيفيكيشن ما زال الستانفورد هو اللي معمول بيه دايما تايب اي وتايب بي تايب اي هو انفولفد في الاسندنج اورتا والتايب بي اللي هو مش انفولفد في الاسندنج فحتى لو واخد من فوق لحد تحت خالص ده ستيل تايب اي تايب بي هو اي حاجه ما بعد الارش بولت وما زال هذا الكلاسيفيكيشن معمول بيه في جميع اورتك ديزيز سواء تايب 1 وتايب 2 وتايب 3 هو الفرق بينهم تايب 2 ان هو ال A plus B بالظبط كده equal type مش معمول بيه خالص دلوقتي لان هو يا فيها هاي ريسك يعني واخد الحته بتاعه الكورونر ساينس وبالتالي داخل على اورتيك فالف والاورتيك روت والجزء ده يعتبر هاي ريسك ده تايب A اما التايب B اللي هي حاله فيري كولد بتبقى بعد الاورتيك ارش ببرانشات وبتبقى الجزء بتاع السن اللي هو ده عاده بيبقى فيري كولد كيس يعني عاده ما فيش مشاكل تمام نكمل السلايد بتاعتنا بعد ما قلنا السي تي الام ار اي ولحد ما الدور بتاع الام ار اي قل قوي برده مع ظهور الماسلاي سي تي والاورتوجرافي برده هو كان بنحقن دايركت زي ما احنا بنعمل كده عايز بنخش لحد فوق وبنحقن الاورتا وده برده الرول بتاعه تقريبا بدا ينتهي تماما انا عشت الايرا بتاعه الاورتوجرافي في العيانين اورتيك سيكشن وانا واز ريزيدنت ذات واز 30 ييرز اجو كل ستاندرد اساسا طبعا اتواز قبل طبعا السي تي كان موجود بس مش بتلك الدقه والترانسوفجيال ايكو كان يا دوبك لسه يعني ايه داخل وظاهر وكده ايسو يعني كاتاستروفيك ايفنتس من الاورتوجرافي يعني بيخش جوه الديسكشن ويطلع لحد فوق الحمد لله يسلك له السكه تمام وفي الاخر يكتشف ان هو في الفرصه للاسف يعني الاورتوجرافي ده يعني انا يعني من اللي انا شفته الدث دث اوبتيبل فوق الاسطر فطبعا الاورتوجرافي دي انا اعتقد ان هو المفروض اذا في الجايد لاينز دي لو يسمعوا عن الحاجات اللي حصلت اكيد ان هو محطوط بس ولكن هو يعني هم حاطينه فقط فلا حاطينه من ضمن الموداليتيز لان خلي بالك ان انت برضو لسه عندك مستشفيات ما عندهاش المانسلايس وما عندوش الترانسوجيك فما عندوش هيلر غير حاجه زي كده يبعتوا في حته ما هو يعني احنا بنتكلم دلوقتي في امرجنسي لو حصل امرجنسي او حاجه طبعا نخش لاسرع موداليتي واسهل موداليتي موجوده عندي طيب هو لازم الاورتوجرافي يا محمد كانوا بيفرق ان الترانسريدر مثلا على اساس ان هو ولا في اي حاجه مش تجميل هو طبعا ترانسريدر والبي بيتر مفيش كلام وخاصه ان انا زي ما قلت لك انا هخش في الماسج فيري بوسبل
فالمفروض ان الترانس ريجل، ولكن هم الكلام على الاورتوجرافي بصراحه قل جدا جدا. واخر حاجه هو الايفس، وده لسه حاجه جديده بيفكروا فيها ان احنا ممكن نخش بالايفس ونصور الاناتومي ونشوف المنظر هل احسن ولا لا. لكن انا اعتقد ان ده برضو مع وجود الماتسلاسي في الموضوع حسن تماما يعني. ليه في المايك بقى فيه شوكولاتات بتتوسع؟ انا باكل المربى لو كده طبعا. بس الاثنين بقى مش تمام. كمل كل ده هيبقى وقت السبايك بوكر. اه انا عارف، بس انا ليه في المايك عشان الناس ما يشوفوناش واحنا بنعمل. يا ابن اللعيبه الشوكولاتات شكلها جامد. السلايد دي بتورينا الريلايبيلتي والفيزابيليتي والدقه بتاعه كل نوع من انواع الايمجنج، وفي نفس الوقت بنتكلم في سعره واخباره ايه والكوست بتاعه اخباره ايه لو حد عايز يطلع عليها. لكن هي احنا الكلام اللي قلناه اعتقد مور ذان انف اكوردنج للكوست والريبيت وكل ده كله عامل يعني بالانس ما بين الكوست والبنفيت. هو التي مفيش كلام. وعشان كده من الموداليتيز اللي ما زالت مهمه جدا، والجايد لاينز يعني شدد على ان التي اي من الحاجات المهمه جدا جدا، ان هو جنبينا وفيزيبل واغلب المستشفيات موجود فيها وسيز ان انت تعمل من غير اي تحضيرات، يلا بينا نبص ونتاكد. وبيشوف حاجات كتيره فعلا، بيشوف الفلاب وبيشوف الفيسل وول وبيدي اسسمنت كويس جدا جدا حلو. فتي ايه مازال واخد وضعه الحقيقه، بلس طبعا السي تي بدا بقى خلاص يخش بجد يعني. التريتمنت اوبشن بتاعنا اللي احنا عارفينهم، يعني احنا اتكلمنا كده عن الدايجنوزس وهنتكلم عن التريتمنت قبل ما نخش في تفاصيل ايه الاورتيك ديزيز اللي هنتكلم فيها. ولكن لحد ما احنا بالسلايد ده هنكون نهينا 90% من الكلام، لان يعني كده الكلام معروف خلاص. اول اوبشن عندنا هو الميديكال ثيرابي. الميديكال ثيرابي بيتلخص في حاجتين، ان انا اوطي ضغط العيان على قد ما اقدر، ما اسيبش ضغطه عالي. الحاجه الثانيه ان انا اديله بين كيلرز. يبقى انا العيان النهارده لو جاي لي بتشست بين جامد او جاي باورتيك ديسكشن بسيفير بين، اديله حاجه تخفف له البين والانكزايتي والكلام ده كله، وفي نفس الوقت احافظ على ضغطه في حاجه كويسه تحت ال 120 مفضل، عشان ان انا ما اعملش مور كومبليكيشن او تنشن وول على الاورت. الحاجه الثانيه هي الاندوفاسكولار ثيرابي، ودي بدات تخش بقوه جدا جدا جدا، وحاليا بدات تفضل عن السيرجري في حالات كتيره جدا جدا. هي يا اما التي فار او الاي فار حاجتين على حسب هي تراسك ولا ابدومينال، اللي هي ستنتنج للاورطة سواء كان بجراف ستنت الانيوريزم او لدايسكشن. ان انا ممكن تقول الاختصار بتاع تي فار تي اي في اي ار وهيجي بعد كده، او اي فار اي في اي ار. واللاست اوبشن هو السيرجري لو انا مضطر له، وعاده بيبقى السيرجري في الحالات الامرجنسي. يعني لما بيجي لي حاله امرجنسي عاده بوديه سيرجري. والليميتيشن بتاع الايفار او التيفار اكوردنج بس للاناتومي. لو الاناتومي سيوتبل بشتغل، والديستال بتاع الارتري كويس يشيل الدعامه بشتغل، لو مش سيوتبل بخش على السيرجري على طول. انا فاهم محمد ان الاورتيك ستانس بالذات في الاورتيك سيكشن از نوت ا بوست ميد، يعني بيعمل ماتس لايس سي تي، والسي تي ده بيروح للشركه والشركه ديزاين الستاند اكوردنج تو فاتس نوت فور ايمرجنسي. هتقول كل الايمرجنسي والسيرجري خلاص، الا زي ما اتفقنا لو انا عندي يعني خلاص الدنيا جاهزه قوي. ولكن عاده الجولد ستاندرد في الايمرجنسي هو السيرجري. ما زال حتى هذه اللحظه ما عندناش حلول اخرى، لان هو فعلا زي ما الدكتور احمد بيقول احنا بنحضر الحاجه على حسب المنظر اللي احنا شايفينه. الاناتومي بتاعي ينفع اشتغل عليه اوكي، غير كده هنخش على الجراحه. برضو بالنسبه للهيستوري انا هحكي لكم الهيستوري. ان زمان اول ما اخترعوا الامبلانتبل كارديفيرتبل ديفيبليتور كانوا مسمينه اي اي سي دي، اوتوماتيك امبلانتبل كارديفيرتبل ديفيبليتور. كان العيان بيجي بالفي تي يقوموا يبلغوا الشركه، ما كانش بروجرامبل. مثلا الفي تي بتاعت العيان ده على 170، يقوم هم يصنعوا او يحطوا في الفانكشن بتاع اوتوماتيك امبلانتبل كارديفيرتبل ديفيبليتور انه دي سي شوك لما الهارت ريت يوصل 170، مش بروجرامبل زي ما احنا شفنا دي. انا عشت الزمن ده. لازم وهنرجع برضو للتايب ستون قبل ما نخش في التفاصيل. التايب ايه والتايب بي، وانس ان انا عندي تايب بي ايكوال سيرجري، وانس ان انا عندي تايب بي نوت كومبليكيتد ميديكال تريتمنت كومبليكيتد. كومبليكيتد بقى اي حاجه. انا شايف ان انا عندي بالظبط كده، هيبقى عندي وخايف. اتفضل اتفضل.
انا عندي ابنورمال اورتيك اناتومي وخايف ان انا يحصل عندي ركشر، عندي انيوريزم معدي رقم معين وفرض 6 مللي في الديسندنج اورتا و5 في الاسندنج اورتا. احنا هنقول الارقام دي كلها بالتفصيل بعد كده، ولكن انا بقول لسه ايه امتى بعمل وامتى ما بعملش. فاحنا مختصر الكلام اللي جاي ان انا ميديكال ثيرابي في حالتين، الارقام مش فيكس، ارقام مش كمان ريليتد في الاكسبانشن والديزيز يعني كمان. هو يعني بالظبط اذا كان عنده كولج سكور زي ما فهمت بيبقى اقل من العيانين اللي ما عندهمش كولج. هنشرح الكلام كله جاي ان شاء الله يعني. فالميديكال تريتمنت زي ما اتفقنا في حالتين، الحاله الاولانيه بين في الحالات الامرجنسي بين كيلر او ان انا اوطي الضغط بتاع العيان، الاندوفاسكولار ثيرابي وانس ان انا عندي الاناتومي از اوكي، والسيرجري بتبقى في حالات التايب اي اللي جاي اي تايب اي بيعمل سيرجري، اي تايب بي كومبليكيتد سيرجري اندوفاسكولار، نون كومبليكيتد بيمشي ميديكال تريتمنت وسكول اب مالستايل سي تي او الطريقه اللي موجوده في اي مستشفى. محمد البيتا بلوكرز لسه ستيل نمبر 1 البيتا بلوكرز ستيل اللي هي مكتوبه فعلا في المزارد في انيوريزم في دايسكشن في اي تايب بي الفيرست اوف تشويس ان انا ادي بيتا بلوكر عشان الفا بيتا بيتا بلوكرز بيتا بلوكر تابل ده الترند كان بيدور الكومبينيشن يعني هو مش مكتوب، هو اللي مكتوب مني هو الجولد ستاندرد بيتا بلوكر في جميع العيانين اللي عندهم ماشي يعني ويتش بيتا بلوكر مش خلاص احنا محتاجين برضه سيلكت بقى لا هو انا بسال على الصوديوم نايتريت اوكسايد جميع انواع الانتي هايبرتنسيفز مكتوبه ولكن البيتا بلوكر هو مازال نمبر 1 زي ما احنا بالظبط كده بقول لكم هذه الجدول لم تقدم جديد على احنا عارفينه لازم هو لازم يقلل البلاد بريشر ولازم كمان يقلل الهارت ريت بالظبط انا عايز اقلل البول تنشن على قد ما اقدر وتبقى عليها فيكس تاكي كارديا زي الكالسيوم بالظبط النهارده هاد برايدينز كالسيوم شانل بلوكرز عشان هي هتزود حاجه على حساب حاجه في النت ستريس هيفضل زي ما هو لكن لو حضرتك عايزه تستخدمي كالسيوم شانل بلوكرز لازم حضرتك تستخدمي كالسيوم شانل بلوكرز من النوع اللي بيعمل نيجاتيف انوتوبيك او نيجاتيف كروتروبيك يعني بنتكلم عن الدراجه بس مش هينفع نسوي ويتش تايب اوف بيتا بلوكر هتختار؟ احنا الكلام الستاندردايز اعتقد في اوروبا لسه اب تو ناو اتيمولوجيز نمبر 1 اذا بيتا بلوكرز لكن احنا ما فيش يعني سيرتن ريكومنديشنز للتايب برزنتيشن طبعا يعني برضه لازم يبقى في اي في بيتا بلوكر يعني اد برزنتيشن لو في عين برزنتد بالجود سيكشن المفروض اس بوس في الاي بيتا بلوكرز ولكن زمان كنا بنتكلم على الانترا فينس بيتا بلوكرز تو كونديشنز في الاكيوت ميكاردال انفاركشن وفي الاورتا دايسكشن ان هو اللي هاف تو بي انترا فينس ليتلي معمول ريجستري على 84 ستادي كان فيها حوالي 16000 وشويه عيان جزء منهم كان بيستخدم انترفينس بيتا بلوكرز اند ستاردنج كونتينوينج اورال بيتا بلوكرز وفي ناس ابتدوا اورال بيتا بلوكرز النت ريزلتس ريجاردنج مورتاليتي وموربيليتي انت في جايد لاينز مش جايبين سيره الاكيوت سكشن او جايبين بيتا بلوكرز وخلاص لاستلي الكلام ده يمكن يعني جون 2014 كان معموله ريجستري دي كانوا قايلين ان ما فرقتش خالص ان كل الاستاذ اللي اتكلمت على البيتا بلوكرز لكن ما كان ينفعش في الهارت ديسكشن الامرجنسي الانترفينس بيتا بلوكرز هاز نو رول ان ريدكشن اوف مورتاليتي موبيليتي وان هو وانت انت يجيب بيتا بلوكر ويذر ات از انترفينس فورم اور فورم يو ويل جيت ذا سيم ريزلتس اس ريجاردينج الميسيا. نكمل كلامنا هنبدا بقى باول حاجه معانا هنتكلم عليها النهارده هو الاكيوت راس الاكيوت تراسيك اورتيك سندرومز. الاكيوت تراسيك اورتيك سندرومز يعني عندي اكيوت امرجنسي ليه علاقه بالاورطه نمره واحد طبعا الاكيوت اورتيك ديسكشن الانتراميورال هيماتوما البينيتريتنج اورتيك السر لو في حد مش عارف اي ديفينيشن يقول لي والاورتيك سوديو انوريزم اللي هو الكونتيند رابتشر بس هم حاطينه فايتامين لوحده مش عارف ليه والتروماتيك اورتيك انجري
وهم دول الحالات اللي بيخش بيها البيشنت اكيوت اورتيك سندروم. نتكلم عليهم سريعا كده. الاكيوت اورتيك ديسكشن طبعا كلنا عارفين انه في انتمال فلاب وداخل في البلاد الانترامورال هيماتوما، مفيش انلت واوتلت، ولكن في هيماتوما بتوين اللايرز بتاعه الاورطه. بينتريتيك اورتيك السر بيبقى اثر سكلوتيك السر، وبدات بينتريت تخش على الميديا. السوديانيريزم اللي هو الكونتيند رابتشر، اللي هو حصل رابتشر في الاورطه وحصل فيه فايبروس تيشو بره، واللي هو ده اللي عمل لم الموضوع، بالتالي بقى شكله عامل زي انوريزم واسمه سوديانيريزم. والتروماتيك اورتيك انجري لو واحد مضروب بسكينه او حاجه زي كده وجت تروما في الاورطه. الكلينيكال برزنتيشن بتاعت الناس اللي بيجوا باكيوت اورتيك سندروم بيبقى 80% منهم بيجي بالتشست بين، 40% منهم بيجي بالباك بين، ولكن تايب بي بالذات بيجي اكتر بباك بين من التايب اي. والكلام ده بيحصل تقريبا في 85% من العيانين، وباقي الحاجات كلها حاجات بقى اللي هي شويه هارت فيلير مش عارف ايه اورتيك ريجيتيشن، يعني ممكن اسمع عليه شويه حاجات، ولكن اهم حاجه عندي هو البرزنتيشن بتاع التشست بين والباك بين، دول من اهم الاعراض اللي عيانين بيجوا بيهم. ودايما الاورتيك دايسكشن من الامراض اللي لازم تتحط في الدماغ عشان ما يبقاش زي البارانوليزم. لازم عيان بيجيلي تشست بين لقيت السي جي نورمال، لازم احط في دماغي ان ده اسسبكت الاكيوت اورتيك دايسكشن. الايتمز دي برضه اذروايز هننساه. الايتمز دي برضه ممكن تدخل في الكومبليكيشنز، يعني في طبعا ما دي اكتر ساعات في حاجات الايتمز دي ممكن تدخل تحت. بس بقول لك ان ممكن يبقى بريزنتد بهارت فيلير، ممكن يبقى بريزنتد بسينكوف زي مثلا يعني السبان كورد انجري والدور الاكيوجن، هي دي كل دي اعراض الكومبليكيشن، كل دي اعراض الكومبليكيشن دي بتاثر في الديسيجن. دكتور علي رمزي بيقول ان السبب كده 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 ان انا ديزيز وسسبشس دي ديزيز يو هاف تو بوت ان مايند از ا ديفرنشال دايجنوزس. هذا هو السبب طبعا unless you miss it. هنبدأ بكيف نعالج الأورتيك ديسكشن. طبعا احنا قلنا ازاي هنعمل ايميجينج، واتفقنا في حالات الأورتيك ديسكشن لو انا عندي تي اي هنخش نشوف، قدرت اشوف حاجة خير وبركة، ما قدرتش المال سلايس، او ان انا من الاول يكون السنتر اللي انا فيه في سي تي فهبعت على السي تي على طول، لان انا محتاج اعرف شوية داتا ابعتها للجراح، محتاج اعرف الانلت والاوتلت والاكستنت وبادئ منين ورايح فين وبعمل كام سنتي، محتاج اعرف الفلاب دي موبايل ولا مش موبايل، الفلو بتاع البلاد انتي جريد ولا ريترو جريد، في معلومات كتيره جدا لازم اعرفها وابعتها للجراح قبل ما اشتغل، وبالتالي السي تي هينفعني كتير جدا جدا في التشخيص بتاع العيان ده. طيب زي ما اتفقنا احنا هنتكلم بالجايد لاينز من فوق لتحتين. اول بيشنت وذ ايورتيك دايسكشن ميديكال ثيرابي بين ريليف اند بلاد بريشر كنترول از ريكومند ده كلاس 1. الحقيقه اغلب الليفل اوف ايفيدنس بتاع الجايد لاينز دي كان سي طبعا اغلب حاجات تبقى امرجنسي، وبالتالي مفيش ترايل كتير على الاورتيك ديزيزز، يمكن مينيمال ريجستريز وكلها بتبقى ريترو جريد، مفيش حاجه ريتروسبكتيف، مفيش حاجه بتبقى يعني بتتحضر انها بالظبط كده يحضروا حاجه، مفيش، لا هو كلها بتبقى ريجستريز وبيلموا داتا قديمه يعني، وبالتالي اغلب الليفل اوف ايفيدنس بيبقى سي او بي طبعا ده بالعافيه لو فيها. فاحنا اول حاجه زي ما اتفقنا ميديكال تريتمنت العيان هنكنترول البلاد بريشر بتاعه ونديله بين كيلرز. تمام. In patient with type A aortic dissection, urgent surgery is recommended. زي ما اتفقنا type A equal surgery. الموضوع ده انا بتكلم في حاجة emergency جدا جدا، هنتكلم في حاجة ممكن تضر بالأورطة، ممكن تضر بالأورتيك فالف، ممكن تضر بالكرونريس، فاحنا بنتكلم في emergency condition هتدخل عندي ان هو ممكن يموت، وبالتالي type A equal surgery. عشان كده بقول احنا لم نرى في هذه الجدل اي جديد عن الحاجة اللي احنا عارفينها خالص. تمام. بعد التايب ايه ده الكلام اللي احنا قلناه ده، تايب ايه هيعمل سيرجري، وفي الحالتين هندي ميديكال تريتمنت. البيشنت بقى اللي معاه اورجان مال فانكشن ده اللي ممكن نعمل له هيبريد بروسيدر، يعني بمعنى ان عيان داخل بايورتيك ديسكشن ومعاه اكيوت اورتيك ريجستريشن ممكن نعمل عمليتين في نفس الوقت. تمام. فالتايب بي بقى، التايب بي ان كومبليكيتد قلنا ايه ميديكال تريتمنت. طب لو كومبليكيتد هنعمل له ايه؟ اندوفاسكولار او سيرجري زي العاده خالص، ولكن يتفوق الاندوفاسكولار ان هو واخد كلاس 1 انديكيشن، السيرجري الحقيقه واخده كلاس 2 بي. بدا الحقيقه كانت مشاكل جراحات من الاورطه كانت كتيره جدا جدا جدا، في الوقت اللي شغالين فيه الاندوفاسكولار نار، وبالتالي الناس دول اتحطوا في مرتبه ودول اتحطوا في مرتبه ثانيه خالص، هم مش شغالين زي ما بتوع الاندوفاسكولار. طب هم جراحين هم اللي بيعملوا الاندوفاسكولار؟ لا احنا اللي بنعمل الاندوفاسكولار، هم يعني المفروض بيبقوا من التيم يعني. لا بس هو احنا هنا شغالين هنا فعلا في مصر، شغال
بتوع الفاسكولار شغالين اه بدأوا يشتغلوها كويس. احنا لا هم اكتر في مصر هنا في مصر هنا بتوع الفاسكولار بدأوا يشتغلوا كويس قوي بدأوا يشتغلوا كويس قوي. هو طبعا بس احنا بنشتغلها برضه احنا بنشتغلها حاجه عشان يعني ناخد بالنا من الجراحين بيدركوا الاناتومي والبرانشز يعني يمكن اعمق مننا شويه لانه بيفتح يشوف طبعا طبعا وعارف بيعرف لما بيعمل تروما للارتري باي وات ايفر بالون هو شايف التروما دي يعني ايه. احنا عمرنا ما شفنا اثروسكلوزيك بلاك لكن الجراح شاف. هو انا برضه انا عندي بوينت يعني انا بقول بس يعني هو يعرف يعني يلم الكومبليكيشن بتاعته. انا عندي يوم ما اشتغل برايمري ويحصل معايا مشكله انا هعرف اتصرف. انا عارف يعني ايه البيشنت او الريس هعرف اتعامل معاه. هو ما يعرفش وبالتالي انا اشتغل كوروناري كويس. لكن هو لما يجي في حتته حته الاوعيه ويعرف ان هو يحصل له كومبليكيشن بالنسبه له بيس اوف كيك هيعرف يتصرف بالظبط. عشان كده ديفينتلي هم هيبقوا احسن. مفيش حاجه يعني. التعاون مطلوب. فاحنا دلوقتي هنتكلم اختصارا اللي فات هو نفس الكلام اللي احنا بنقوله الصبح بالظبط كده. ميديكال تريتمنت اللي هو بين كيلرز وبلاد بريشر كنترول. لو هو تايب A سيرجري تايب B انكومبليكيتد ميديكال تريتمنت كومبليكيتد نعمل له ايفار او سيرجري كلاس 2 بي تمام. طيب خلينا نشوف المانجمنت بتاع الانتراميورال هيماتوما وده مختلف تماما عن اللي قلناه قبل كده. الانتراميورال هيماتوما اول حاجه ميديكال ثيرابي از ريكومندد بين كيلرز هو فعلا يعني مفيش بين كيلرز وبلاد بريشر كنترول تمام. تايب A equal surgery زي ما اتفقنا تمام. تايب B لو هو non complicated هيعمل medical treatment ويمشي على follow up CT او follow up MRI ولو complicated هنعمل إيفار او surgery كآخر choice. كلام جديد تمام. بالنسبة للpenetrating aortic ulcer ودي برضو اختلفت شوية عن اللي فات. لو البيشنت جاي هنديله ميديكال تريتمنت يا اما فين كيلرز يا اما بلاد بريشر كنترول. لو تايب ايه هنعمل له سيرجري. لو تايب بي نون كومبليكيتد هنديله ميديكال تريتمنت فولو اب. لو كومبليكيتد هنعمل له ايفار او ان احنا نعمل له ايه. سؤال اتفضل. هل في مشاكل من الاورال انتيكواجوليشن اللي ممكن تعمل انترميورال هيماتوما دي؟ يعني هل دي related للاي ان ار بتاع البيشنت او ان العيان كان بياخد سببها ايه؟ انت لا ده بيبقى رابتشر في البازبازور بيبقى بالظبط هنا البازبازور بيبقى رابتشر في البازبازور غالبا مش يعني يعني في الاصل هي اتوسكلوتيك مانيفيستيشن يعني او لكن هل في من انتوا بقى مراجعتكم للستادز والحاجات دي هل في سبب من الاسباب وجود اورال انتيكواجلانت لا لا خالص وغير مسجل في اي حته كل السؤال بس جه على بالي هيماتوما سبب يعني تمام. نتكلم على الكونتيند رابتشر والبيشنت لما بيبقى عندي سسبكشن ان انا عندي كونتيند رابتشر طبعا لازم اعمل سي تي والكلام ده كله. ودي الحقيقه الكونتيند رابتشر ده يعني اذا سيرجيكال كونديشن دي حاله فيها اورطه مرابشر وبالتالي مش هنتكلم كتير. انا عندي حاجه زي كده ده لازم اخش العمليات امبارح يعني اول ما اشوفه ادخله قبلها بيوم ده اوتوماتيك تمام. وبعد كده هنتكلم على تروماتيك اورتيك انجري. الحقيقه التروماتيك اورتيك انجري دي يعني عيان جاي مضروب بمطوه او بسكينه او كده طبعا والكلام كله لو انا عندي يعني مش كل ال الاورتيك انجريز بتعمل عمليات. انا ممكن اعمل اندوفاسكولار وممكن اعمل عمليه ولكن عاده بشوف المنظر ايه لان في حالات بتبقى حاجه انجر خفيف خالص وممكن يمشي كونزرفاتيف يعني اشوف حالات دي برضه حاجه يعني ان اكسبكتد. انا توقعت ان يعني هيبقى الجراحه هي البيست تشويس يعني لا هم كاتبين بالظبط كده. هم كاتبين على اساس ان انت خلي بالك لو انت برضو بتتكلم في شارب انجري الى حد ما بيبقى الايدجز بتاعته سموز ولا حد ما بيقفل بالايفار كويس بس ده بروفايدنج العيان نفسه مش في فيتال هيموج العيان جاي هي لو حاجه مثلا بروسيجر ممكن تبقى يعني حته الايفار تبقى حلو فيه بس لو حاجه تروماتيك حاجه يعني ده الجراحه دلوقتي ده لو لسه عايش انا عاده بالظبط انا عاده بمضروب مطوه وعايش ده لحد ما بتبقى حاجه
يعني تتعالج كبير شويه. اه بالظبط هي ريه طبعا. انا شفت مره عيال جاي الطوارئ مضروب بتاع 7 8 مطاوي ومضروب في الشيست وول كتير، فبتاع الجراح بيجي بيغرس صباعه في الجرح يشوف واصل لحد فين والراجل بيصوت اه بس عارف وده عمال ايه بص استنى بس هبص ويطلع دم مع صباعه. طيب بتهيالي احنا كده لخصنا اللي فات، وبتهيالي احنا شفنا قد ايه كان في اختلاف شديد بين كل واحده والثانيه. لا مفيش طبعا لا بس قلت نفس نفس الكلام. هنتكلم بقى عن خلصنا الاكيوت اورتيك سندرومز وهنتكلم على الاورتيك انيوريزم، وده اللي بنتكلم بقى فيه على المقاسات، ودي اهم حاجه امتى نقول ان انا عندي مشكله وامتى اعالجها. الاول نتكلم على مقاس الاورتا. مقاس الاورتا الطبيعي كام؟ الطبيعي الاورتا كوت ما يزيدش عن 40 من 4 سنتي او 40 مللي ميل اند فيميلز المفروض، على ان هم متكلمين على الافريج بيلت. لو البيلت بتاع عن اصغر ده كلاس 2 بي، يعني انت يعني انت عايز تقلل المقاسات دي مثلا على اساس ان العيان اقصر او اصغر او حجمه اصغر، ده مش حاجه يعني. فهم خلاص هم حطوا الجولد ستاندرد على المقاسات دي خلاص على سريع. كل البني ادمين المقاسات دي غربيه، واحنا عارفين ان في الغرب ما شاء الله طولهم قد كده. فهل هم مثلا احنا محتاجين يعني حاجه كده وقت لحظه فكر يعني نقيس المقاسات دي بالنسبه لنا احنا كشعوب شرقيه نميل للقصر شويه يعني اليمنيين قصيرين جدا. انا اتكلم عن نفسك في الموضوع ده ماشي معلش. هو مثلا المقاسات الاوروبيه هو بيقول الكلام ده ان مثلا في جسم جروبس مثلا معينه لا خالص، خلي بالك الكلام ده معمول على على يا جماعه ده اليمنيين اصعب تركيب سي ار تي فيهم. اليمنيين لانه قصيرين جدا بتعمل قليل صح، والكورال ساينس والبنكتشر والفينز والحاجات السي ار تي فيميلز. صار الواحد ياباني ما عرفتش ياباني ما عرفتش كان ياباني كان محفوظ عندنا في رايه تحت وما عرفتش عمله اصلا. طيب صغير جدا حتى صغير جدا. فالاورتك يعني جت في بالي يعني لا لا صح ال مكتوبه يعني لا هم مش كاتبين المقاسات دي عليها ولا كان دي حاجه احنا على فكره في ريجستري معموله في مصر على النورمال فاليوز في الايكو وانا مشرف على اثنين منهم. حلو واحد عامل بقى بيجيب مقاسات من الشرقيه وثاني بيجيب مقاسات من المنصوره، بس طبعا راحت تولد ومش عارف ايه الموضوع ده. المنصوره خلي بالك المنصوره واللي في الشرقيه ده ما اعرفش برضه ده في السجن ولا مش كده. بنتكلم عن المقاسات، احنا بنتكلم في الاورطة بيبقى الاسندنج او الاورطة كوت 40 ملي، وما بعد كده بيبقى متدرج ناحية النزول فبيبقى 3 لحد الدسندنج تحت بيبقى 2 تقريبا تمام. ولكن انا كجولد ستاندر عندي انا ما يميش قوي تايب بي، وكل الكلام على تايب بي ان احنا ابعد عنه على قد ما تقدر لان مبقاش فيه مشاكل، اعمل له ميديكال تريتمنت بلاش جراحه مشاكلها بتبقى اكتر لو سبته كونزرفاتيف، كل الكلام على كده. ولكن انا يهمني تايب اي، وبالتالي تايب اي عليه كلام كتير جدا جدا في المقاسات. الطبيعي خالص ان انا لو عندي عيان ما عندوش اي حاجه خالص ما عندوش اي مرض يبقى 55 ده اللي انا اشتغل عليه جراحه، اكتر من 55 اشتغل. لو عنده مارفان سندروم 50 از انف. مارفان سندروم ومعاه ريسك فاكتورز اشتغل على 45، بايكاسبيد اورتيك فالف ومعاه ريسك فاكتورز اشتغل على 50. ريسك فاكتورز اللي هي ايه؟ لو عيان جاله اورتيك ريجيتيشن، عيان عنده فاميلي هيستوري اوف انيوريزم وات ايفر تمام. فانا بتكلم ان انا كجولد ستاندرد انا بتكلم في 55 مللي. لو عيان عنده مارفان سندروم هيبقى 50، لو مارفان ومعاه ريسك فاكتورز يبقى 45، لو بايكاسبيد ومعاه ريسك فاكتورز بيبقى 50. متفقين؟ عايزت رقم مصطفى سريع كده ولا تمام؟ طيب الانترفنشن في الاورتيك ارش، انا كل ده بتكلم في التايب ايه طبعا. دلوقتي بقى ابدا اتكلم ما بعد الاورتيك ارش. كاورتيك ارش انا 55 خلاص هو ده المقاس بتاعي زيه زي اللي فوق، ومش مقاس خالص لان احنا متفقين ان انا الاهم بالنسبه لي الاورتيك ارش وبعدين داخل على الاورتيك ارش بالظبط كده. ودلوقتي بعد كده هنتكلم على الديسندنج اورتيك تمام. الديسندنج اورتا زي ما اتفقنا ان هو من الحاجات اللي هم بيحبوا يبعدوا عنها في البراح، ودايما اول كلمه مكتوبه ان الايفار او التيفار هو الشود ريكومندد ذان سيرجري. ولكن مازال انا عندي ليفل اوف ايفيدنس سي والجايدنس كلها 2A. معنى الكلام ده ان مفيش جايد لاين بتقول لك كلاس 1 انديكيشن انك تعمل ايفار، لا خلاص هم
يعني مش عايزين يقربوا من النقطه دي قوي. والكلام اللي مكتوب حتى ان انا يعني تيفار شود بي كونسيدرد ان بيشنت هاف ديسندنج اورتيك انوريزم وذ ماكسيمم دايامتر اكتر من 55. يعني انا ممكن اشتغل في 55، احنا فوق كنا بنتكلم اورتيك روت كان 40 وصل 55 15 مللي، تحت بنتكلم في اورطه 2 يوصل ل 55 يعني بيصبروا عليه لحد ما وصل 5.5 سم، ما عندهمش مشكله خالص. وساعتها فكر في الايفار والسيرج اللي ما فكرش فيها قبل ال 6 مللي 6 سم سوري، يعني قبل 60 مللي عشان اتكلم في سيرج. تمام، ده لو انا الايفار عندي از نوت تكنيكالي بوسبل، لو انا عندي الاناتومي لا يسمح بان انا اعمل ايفار ساعتها اعمل السيرجري، ولكن يكون 6 على الاقل. والحقيقه احنا كان 7 في وقت من الاوقات كمان، لكن هو حاليا خلاص هم الكلام على ال 6. تمام، هل هم ذاكرين ايه يعني ايه معنى كلمه الاناتومي انسوتبل؟ يعني ايه معنى يعني حته الاناتومي انسوتبل؟ يعني يعني ذاكرين الارتريز بالظبط كده، يعني هعرف. لا هم ما عندهمش مشكله ان انا اخد بالظبط كده، ما عندهمش مانع ان انا اخد من فوق لتحت، ولكن هي الفكره الكينك زي ما مصطفى بيقول الديستال اللي هعرف احطه ولا لا، كل حاجه مجهزه بالدعامات لحد البايفوركيشن، ولكن الفكره كلها هل انا المنظر بتاع ده يسمح ان انا احطه ولا لا. دي طبعا بتبقى اوبريتور ديبندنت، ولكن لحد ما زي مصطفى الكينك هو اهم حاجه. هل الاورطه واخد كيرف جامد هيكسر لي الدعامه بتاعتي، والجزئيه الثانيه الديستال بتاعي يشيل دعامه ولا لا، الديستال بتاع الاورطه احط عليه دعامه ولا لا. تمام، ده بالنسبه للاورطه كانوريزم. وبرده اعتقد ان مفيش كلام جديد عن اللي احنا عارفينه من زمان جدا. ايه رايك عن الكلام ده من زمان؟ مفيش اي حاجه، كل اللي احنا بنقوله ده لم يقدم جديد. واخر حاجه هنتكلم فيها اللي هي الكونجنتال اللي هو الكاركتيشن، هو ده اهمهم على الاطلاق. احنا في ديزيزز ثانيه ولكن مش ذاكرينها لانها حاجات يعني ما لهاش كلام كتير، يعني ايتروجينيك اورتيك ديسكشن لو انت حد داخل بالقسطره وعمل اورتيك ديسكشن، واحنا عارفين الكلام ده من زمان، ده بيبقى ريتروجريد والانت فلاب من تحت لفوق، بالتالي ده كونزرفت ما بتعملوش حاجه بتسيبه، هم حتى مش كاتبين على اي كلام. فهو في حاجات كتيره جدا مكتوبه في الجايد لاينز وامراض كتيره جدا جدا، ولكن ما مش مكتبينها طريقه علاج، وهي نادره جدا جدا، وبالتالي ما حبيناش نزود وقت المحاضره قوي عن كده. احنا حطينا الحاجات الاهم في كل حاجه. الـ 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 الحاجات اللي عندنا الكونجنتال عندي حاجتين مهمين جدا جدا، بايكاسبيد اورتيك فالف، وده اتكلمنا فيه في اللي فاتت امتى اعمل مع البايكاسبيد، والحاجه الثانيه اللي هي الكاركتيشن اوف اورتا. الكاركتيشن اوف اورتا اهم مشكله في الكاركتيشن اوف اورتا هي البلاد بريشر ما بيعلى، لان انا العيان عندي بيجي لي هايبرتنشن، واول حاجه بفكر فيها ودي حاجه دايما لازم نفتكرها، لما بيجي لي طفل تحت ال 14 سنه بهايبرتنشن كاركتيشن اوف اورتا شود بي كونسيدرد نمبر 1، لازم افكر في كاركتيشن اوف اورتا. فده ده الموست كومن بريزنتيشن للعيانين اللي عندهم كاركتيشن اوف اورتا. والبلاد بريشر هايبرتنشن ده مقاسه ايه؟ 440 عايز. فانا دلوقتي النهارده لما بيكون عندي بريشر جريدينت بين فوق وتحت 20 مللي، الحقيقه لازم ابدا افكر ان انا اعمل حاجه للكوركتيشن ده. تمام، 20 مللي بس، 20 مللي فرق بين فوق وبين تحت، هو تحت تحت ده بريشر المفروض يبقى اعلى من فوق، لا تحت يبقى اوطى من فوق، ده النورمال بقى. لا كان في النورمال ولا فوق؟ النورمال بقى فايبقى كده انت بزياده كمان بالظبط، يعني 20 مللي ده اتحط تحت فوق بالظبط كده. البوينت الثانيه ان ريجاردس بقى البلاد بريشر ديفرنت، انا لو عندي هايبرتنسيف بيشنت، لو عندي جايب هايبرتنسيف خلاص مفيش بريشر جيد، ولكن هو هايبرتنسيف وانا شايف ان في 50% اورتيك ناروينج، ده انديكيشن فور انترفنشن. الحاجة التانية هي كلاس 2 بي بقى، ان انا برضو ريجاردس ان العيان ده عنده بريشر جريدينت وريجاردس ان هو هايبرتنشن، ولكن انا شايف 50% ناروينج از شود بي كونسيدرد. تمام، يبقى انا عندي ثلاث حاجات بفكر فيها. اول حاجة ان انا عندي العيان هايبرتنسيف وفي بريشر جريدينت 20، ساعتها بشتغل على طول. هايبرتنسيف ومفيش جريدينت بس في 50% ناروينج في الاورطة، ده كلاس 2 هي انديكيشن ان انا اشتغل. مش هايبرتنسيف وناروينج في الاورطه فقط 50%، ده شود يعني كود بي كونسيدرد ذا كلاس 2 بي، ممكن اعمل مش بر مش 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 مستبعد يعني. تمام، وده برده نفس الشغل اللي احنا شغالين عليه دول. طب احنا ننتقل منها، هتعمل له بالون دايليشن؟ هي خلاص هي دلوقتي اوف تشويس، خلاص هي البالون دايليشن هي اوف تشويس خلاص. السيرجري يعني ده في أسوأ الاحوال ان انا اشتغل سيرجري، لان السيرجري ده كان يعني خلاص بقى هيستوري دلوقتي، يعني خلاص بقى الستنس
الستنت اه بالون ستنت اه خلاص يعني مش بالون بس على حسب بس هو دلوقتي خلاص كله بالون ستنت الايدج اوف ذا بيشنت ده هي بقى دي اللي بتكلم فيها لو احنا عين كبير شويه لو احنا عين 14 15 سنه بنحط له دعامه غالبا نرجع نشوف الاخبار بعد كده لكن غالبا في سن صغير شويه ما تبقاش فيه بصراحه بريشر ليها قوي تبقى بالون بس اللي هم الاطفال الصغيرين هو الصغيرين بس الصغيرين اه والكبار 14 سنه وانا طالع بحط ستنت لان عاده بتعيش معاه يعني بحيث ان هو يكون خلاص خلاص وصل للسايز بتاعه بالظبط كده يعني وكلهم بيعملوا فولو اب طبعا عشان يشوف الاخبار ايه بعد كده طب لو الستنت سرت وهو كده ما هو عاده بيتعمل في سن 14 فما فوق عشان لحد ما بيكون يعني منظره ثابت على كده يعني لو الستنت بقى بيتحط واحده ثانيه بس واحده ثانيه فوقها لو حصل بس ده عاده ما شفناهوش يعني الاثروسكليروتيك ليجن اوف ذا اورتا انا بس حبيت احطها كده بس عشان اذكر اخر نقطه هو طبعا اثروسكليروز ده بروسيدر بيحصل عادي لاي فيسل اورتا عشان فيسل كبير شويه فالاثروسكليروز بالنسبه له مش هيبقى فيه مشكله انا بمشي عندي على ميديكال تريتمنت عادي خالص زي ما ماشي عن كورونري على انتي بليتلت والكلام من ده ومش ريكومند قوي الميديكال تريتمنت انه يعني ما هوش اوف تشويس ولكن اهم نقطه عندي ان انا اللي كان بيتقال زمان ان انا لما الاقي اثيروما في الاورده فاخش اشيلها بالجراحه الكلام ده اتلغى ده كلاس 3 انديكيشن مفيش حاجه اسمها كده مفيش حاجه اسمها كده لقيت اثروسكليروتيك بلاك في الاورده شكرا سيبها ميديكال تريتمنت وخلاص ستاتنز وانتي بليتلتس وشكرا بنهايه كده السلايد دي كان اخر كلام قلناه على الاورده و اعتقد ان احنا كده لخصنا الجايد لاينز بتاع السنه دي وشكرا جزيلا شكرا دكتور محمد عاطف دكتور مصطفى مزهي دكتور محمد عبد السميع دكتور رامي وكمان دكتور احمد عبد السلام على راوند تيبل ديسكشن في الاورتك جايد لاينز فور اورتك ديزيز شكرا جزيلا السلام عليكم